السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم. خالد معكم دائما. اليوم راح عندنا هذا البوتوس ماربل كوين. غادي نلوحوها هكاك، شوفوا الجذور، كان في تراب ثقيل راح فيها مام تراب ولا ما ينشفش، يعني بدا يتعفن. دائما واش راح نديرو؟ راح نديرو في باص صغير ونديرو في تربه تاع الياف جوز الهند. دائما حطها هادية، سنتريها في الوسط دائما، بعد ما نسنتريها نبدا نحطو التراب تاعنا. نمتصيوها طريطري بيان باش نخرجو قاع هاديك الجيوب الهوائية لي بوش دار. بهالطريقة خلو قرابة سنتيم واحد على سطح النقطة. بهالطريقة هنا رانا تشوفو بلي كاين ورقة وحيدة وكاين ورقة دوزيام راح تخرج. غادتني اللوحة ولا نحطها دكوتي ولا ما نعطيلهاش حقها، قلت نحطو لها هدايا ونشوفو النتيجة بعد عدة أيام. دك واش راح نديرو؟ نسقوها دائما، أنا السقي نسقي ب ماء حوض الأسماك. وبارك الله فيكم، وإن شاء الله نتلاقاو في فيديو وفرصة أخرى إن شاء الله. سلام عليكم.